معناتها اقل دار لا معناتها لا تقل على 200 الف دينار، اقل ما يمكن هذا 200 الف دينار اقل ما يمكن، فهمتي؟ في مناطق نائيه معناتها مش في وسط العاصمه، يعني في مناطق في بعيده. الحق تشري حضر باش خير، خاطر الحديد غلاء، السيمان غلاء، يد العامله غلات، كل شيء غلاء، ما عادش ينجم الانسان باش يبني راه، فهمتي؟ لكانش انسان يكون معناتها لاباس عليه بالكدا، اما انسان متوسط ما ينجمش يبني. لهنا ما تنجمش تشري، لهنا تشري تاخذ عمرك كله وانت مبلع مخنوق، ما تنجمش تشري. خداش باش يخلص لهنا، باش يخلص مليون في الشهر مثلا، باش يخلص منه كريدي، وياخذوا الدوبل برشا حاجات، ما صعيب ياسر في تونس لهنا، صعيب ياسر. لا عادي ينجم يبني، لا عادي ينجم ياخو، راك تشوف المعيشة غالية على الآخر، واحد ما عادش قادر باش أنه يعيش عيشة باهية، ويعيش معناها يوفر كل شيء لأولاده. مسيو، أما أسهل في وقتنا توا مع غلاء المعيشة والأسعار أنك تشري دار وإلا تبني دار؟ بالنسبة لتوا يظلي تبني تشري دار خير، خاطر اليد العاملة هي طلعت برشا، والمواد البناء غلات برشا، إلى جانب الصعوبات في الترخيص وصعوبات في الوثائق اللازمة باش يرخصوا لك في البناء. فهمت؟ انت الانسان اللي كان بما كان عنده ما قدرش يشري دار حاضره، اقل وهرج واقل كل شيء. عندك فكره على الاسعار نتاع الدار في تونس العاصمه قديش؟ عندي فكره، معناتها اقل دار لا معناتها لا تقل على 200 الف دينار، اقل ما يمكن هذا 200 الف دينار اقل ما يمكن، فهمتي؟ في مناطق نائيه معناتها مش في وسط العاصمه، يعني في مناطق في بعيده، فهمتي؟ وباش تكلم وبالنسبه معناها اللي عنده مثلا ينجم مثلا يبني فوق دار امه ولا فوق دار بوه، تتصور انت تكلف له مش ارخص من انه يشري دار؟ اذا كان يبدا عنده امكانيه نتاع مكان معناتها مش يبني فيه التيران، يولي كاو مكره اخاك لا بطل، مش يعاني مصاريف البناء ومصاريف معناتها اليد العامله وكذا، حاجه معناتها اوبليجي عليه، فهمتي؟ تولي ربما يربح تكلفة أقل شوي تكون وأكثر هرج، ويربح حتى أقل تكلفة وأكثر تعب وأكثر هرج، فهمني؟ مسيو، حسب رأيك باش تبني دار قداش باش تتكلف لك بالأرض متاحة والماتريال متاحة واليد العاملة؟ هي لكان مش تاخذ معناتها متراج نتاع مساحة نتاع 200 متر مربع أقل ما يمكن، أو المتر ب 800 ألف أقل ما يمكن، 160 دينار شراء الأرض، وحط لها تقام في 300 مليون أقل ما يمكن، 150 100 مليون على الأقل في باش يبنيها، باش تتكلف البناء نتاعها. أنا هي أسهل طريقة ميمة باش أنك تملك دار في تونس، تبني دار وإلا تشري دار؟ والله الحق تشري حضر باش خير، خاطر الحديد غلاء، السيمان غلاء، يد العاملة غلات، كل شيء غلاء، ما عادش ينجم الانسان باش يبني راه، فهمتي؟ لكانش انسان يكون معناتها لاباس عليه بالكدا، اما انسان متوسط ما ينجمش يبني، من الاحسن يشري شريان خير. حتى لو كان عنده ارض والا باش يبني فوق دارهم؟ حتى ولو كان عنده ارض ولا باش يبني فوق دارهم، صعيب البني توا صعيب، قبل بالحق كان رخيص، اما في الوقت الحاضر غالي برشا ما ينجمش. عندك قداش يكلف باش تبني؟ والله عندك فكره؟ والله شو نقول لك، انا ما عنديش فكره بالضبط، اما على الاقل من 100 وانت طالع، ما تنجمش تبني اقل، فهمتي؟ حتى باش تبني اقل باش تعمل؟ باش تعمل شطر وتخلي شطر؟ ما تنجمش، باش تكمل دار كامله؟ ما تنجمش. وبالنسبه لسوام الديار في تونس العاصمه، عندك فكره عليهم؟ والله فما عندي فكره، فما اللي سوام طالعه انت والبلاصه معناتها، فما بلايص سوام طالعه برشا، فما سوام مناسبه نتاع انسان مثلا يكون شهر ونجم ياخذ قرض، ينجم يخلط، فهمت؟ قرض يبقى حيطه الكل يخلص فيه. شو يعمل؟ اما خير ولا يقعد في الكري، هو يعمل حسابه في الكري يلقى روحه خاسر، فهمتي؟ اخر معناتها في اخر عمره يخرج بليش، اما على الاقل كي يبدا يخلص بشوي، على الاقل يلقى دار ليه ولولاد. مسيو، اسهل طريقه باش تملك دار في تونس انك تشري دار والا تبني دار؟ الزوز صعاب، صعيب باش تشري دار وصعيب باش تملك دار في الشغل. عندك فكره على الاسوام تاع الديار في تونس العاصمه؟ عندي من 300 حتى المليار. و
وانك مثلا باش تبني دار، تشري مثلا ارض ويد عامله والماتريال، تتصور قداش تكلف؟ من 300 فوق. يعني هي 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 سا شونج ريان سي لا ميم. يعني امتلاك منزل في تونس ولا حلم؟ نو نو نو، صعيب ياسر صعيب ياسر. انا كنت باش نحل لافير لهنا وبعديك بطلت، انا ما نعيش لهنا، كنت باش نحل لافير بعديك بطلت، سا سا ريان. انا جو بروفيري معناتها نمشي لاسبانيا ولا نمشي البرتغال ولا فهمتها ولا تركيا ولا المغرب. لهنا صعيب ياسر، ما فما حتى فين تمشي تلقاها مسكره، فين تمشي ما فما حتى شيء يشجع. بس انت وين تعيش بالضبط؟ انا عايش في باريس. الديار اسوم الديار هذيك في فرنسا رخيصه، فما برشا فاسيليتي، تنجم تاخذ، تنجم يعاونوك، تنجم تعمل برشا حاجات، تخدم، مش كيف كيف تنجم تشري هذيك، تنجم تشري لهنا، ما تنجمش تشري لهنا، تشري تاخذ عمرك كله انت مبلع مخنوق، ما تنجمش تشري. خداش باش يخلص لهنا؟ باش يخلص مليون في الشهر مثلا؟ باش يخلص منه كريدي؟ باش وياخذوا الدوبل برشا حاجات. ما صعيب ياسر في تونس لهنا، صعيب ياسر. مادام اسهل طريقه باش تملك دار في تونس انك تبني والا تشري دار؟ والله هو توا في وقتنا هذا الواحد يعجلوش باش يخلط ياكل الخبز فيه، لا عادي نجم يبني، لا عادي نجم ياخو. راك تشوف المعيشه غاليه على الاخر، واحد ما عادش قادر باش انه يعيش عيشه باهيه ويعيش معناها يوفر كل شيء لاولاده. وحتى اللي عنده دار ما عادش قادر باش يكمل يبنيها وهو مرتاح معناها ويعيش، حتى كان باش يكمل يبنيها باش يضغط على روحه برشا ومش ينقص برشا احتياجاته الضروريه بكلها. ما ينجمش الواحد، العباد يدوب توا تخلط باش تاكل وتوفر الحاجات الاساسيه، ما عادش هكا تشوف الوضع غير عادي على الاخر. العباد تاعبه يعلم بها كان ربي، ما عادش قادره باش انها تخلط تخمم باش تبني ولا تشري ولا حتى شيء، ما عادش. مادام عندك فكره باش تبني دار قداش تكلف اليد العامله والماتريال والارض اللي باش تبني عليها اللي باش تشريها؟ والله من الحق ما عنديش فكره، اما اليد العامله غاليه على الاخر على الاخر، والسلعه زاده غاليه، الانسان ما عادش قادر باش انه يوفر باش يبني. وحتى اللهم كان بالقروض، والقروض هكا تشوف معناها الانتريس نتاعها غير طبيعي. مدام عندك فكره على اسعار الديار في تونس العاصمه؟ اقل دار قديش واغلى دار قديش؟ ما عنديش حتى فكره، ما عنديش. انت عندك دار؟ عندي. كيفاش بنيت والا شريت؟ لا انا حمو يا رب الله يرحمه وينعمه معناها خلينا باش انا نبني، بنيت قاعده نبني فيها توا، عندي 8 سنين ومازلت نبني فيها، توا ما كملتهاش معناها ناقصه برشا حاجات. قداش كلفتك تلت 8 سنوات وانت تبني فيها الدار؟ تكلفت برشا الحق، خاطر هي معناها تفوت 60 مليون ولا اكثر. يعني 60 مليون ومازلت ما كملتهاش؟ مازلت ماهيش كامله، خاطر السلعه كل عام عمل تزيد لين الواحد معناها، واليد العاملة عمل تزيد، والواحد بشوي يعمل، مش معناها فرد ضربة، بشوي كل مرة حاجة.